مش ولو لا ولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية رمضان جالي علبة الشوكولاتة دي هدية من بلجيكا. بلجيكا من الحاجات المشهورة بيها الشوكولاتة زي سويسرا كده، بس هي بلجيكا أقل سنة صغيرة، بس كمان الشوكولاتة هناك متميزة يعني بالمقارنة ببقية دول العالم. فجالي العلبة دي، الحقيقة أنا احتفظت بيها لأن إحنا في رمضان، بس واضح إن العيون كلها كانت عليها ومنتظرين إن أنا أقول لهم محدش يلمسها لما أعمل فيديو. فقلت نخلص ونعمل فيديو النهاردة عشان البنات في البيت ياكلوها يعني. سيبنا من دي. الشوكولاتة نوع مشهور، فأدهم تبرع ودخل يبص عليها أونلاين يشوف سعرها كام. دي باكج فيها 4 علب في الداخل، العلبة الواحدة بتعمل حوالي 300 ليرة بالمصري يعني حوالي 500 جنيه. فيها 4 علب يعني حوالي 1200 ليرة يعني حوالي 2000 جنيه. يعني الشوكولاتة تمنها 2000 جنيه. طبعا لو قراري عمري ما هشتري حاجه كده يعني، لكن هم في اوروبا انتوا عارفين اليورو بيتحسب كانه جنيه او ليره، فممكن تكون مثلا هي قيمتها هناك 10 12 يورو، لكن لما تيجي تحولهم المصري فيها 500 600 جنيه. فنتوكل على الله كده ونفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارف ليها ارقام سريه ولا بتفتح ازاي بالشات كده. مش عايزين نبص على العلبة برضو، نخلينا متحضرين يعني. في حاجة اهي مكتوبة اهو 4 علب في 250 جرام، يعني دي حوالي كيلو. 4 علب وزنهم حوالي كيلو. اوه دي العلبة اهي، زي ما انتم شايفين كل علبة من دول 250 جرام ربع كيلو. و ذا اوريجينال سي شيرت. الشوكولاتة جوه على شكل السي شيرت، واقع البحر، اسمه ايه؟ صرف البحر يعني. نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعد جنبي طبعا الاستاذ ادهم عشان هو راجل ذواقه، هيجرب معايا الشوكولاته ويقول لي اذا كان في فرق كبير بينها وبين الشوكولاته اللي موجوده هنا في تركيا. انا اسف، معلش انا اسف. هو في بتاع مشددين شاطرين لما استطاع. خلينا نشوف طريقة فتح علبة تانية عشان برضو ما نتهمهمش بالتخلف. العلبة اللي عندنا اهي، ايوه بداية الخطوة. هستنى ما متخلفين. ما علينا، يبقى المقص يا ولاد، مقص. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم بقى نفتح. هو الحقيقة مش عارف الواحد هياكل الحاجات دي ولا هيستخدمها في الزينة. يعني شكل الشوكولاتة رهيب مرعب. طبعا زي ما انتم شايفين في خليط بين الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة البني. انا بحب اللون البني ده جدا في اي حاجة مش في الشوكولاتة بس، يعني انا مش بحب البني قوي، بس الخليط بين البني والابيض ده تحفة. تجرب ايه يا ادهم؟ انا مش عارف هو كله زي بعضه ولا كل واحد كل قطعة منهم لها طعم مختلف. هنجرب دلوقتي ونقول لكم. ها طب جرب ايه؟ تاخد دي؟ هذا مكسوف يتكلم. دي اللي هي بلح البحر، على شكل بلح البحر.
مش عارف بتتفتح ولا لا مفتحش. ولا ممكن اخد ايه؟ اخد الجنبها دي. شفت جواها كريمة كاكاو. طيب شوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سمحونا على صوت الأكل. انت نسختها كلها ولا تدوق؟ ولا تدوق؟ وطبعا لما تخرج بره تاخد نصيبك عادي. لان كنت هي رائعه الحقيقه. لكن تسال 2000 جنيه يعني انا الحقيقه استحرم. مجرب كده هي نفس الطعم ولا كنا نجرب واحده من جوده بس؟ الشوكولاته بتدوب حرفيا. واللي جوه دي شوكولاته برضه. الشوكولاته اللي انت عارفين الشوكولاته اللي هي بتحافظ على رقتها ونعومتها في اي درجه حراره. في شوكولاته انت عارفين اللي هي لما بتسقع بتنشف جامد كده بتبقى زي الخشب. لكن دي ما ينفعش افتح بقي طبعا بس بتسيح عامله زي مش نوتيلا طبعا اغلى بكتير اغلى مش اغلى هي اغلى طبعا بس الشوكولاته بتدوب في البق. هي اصلا زي ما انتم شايفين كده هتلاحظوا ان حتى على اصبعي الجزء الخارجي اللي هو الناشف اصلا بيدوب على الصباع لكن اللي جوه كمان رق كتير. حلوه التجربه دي. هو عامل زي الشوكولاته اللي انت بتشتريها بس بيخليك تشبع اكتر ومرهش وبيزر بس طعمه زي. ادم بيقول ان طعمها غني قوي مش فاهم. طب هناخد شكل تاني. لا هي اسمها هي عامله زي الملك اللي انت بتشتريها بس ملكي ملكي ملك بس بتشبعك اكتر ومرهش يعني مر تقيل بس في طعم فرق. جيب لهم شوكولاته اسمها ملكة. هذا بيقول ان دي مرهش يعني دي بعض الاشكال. واضح ان الحشو من جوه خدت اتفضل تعدي من الكاميرا كده مش لازم اعايرك. هي تستحق انها تصنف انها شوكولاته متميزه لكن لسه عندي تحفظ لان انا شايف ان لو اصل في مصر احنا بنتكلم يا جماعه العلبه دي ثمنها يقارب الحد الادنى من الوجوه في مصر. يعني عشان تجيب علبه شوكولاته دي لاولادك فيها شهر مرتب شهر. لكن لما تشتريها في اوروبا يعني لما تشتري الاربع علب ب 50 يورو مثلا ده يعني مش مبلغ ضخم قوي وقيمته من الحد الادنى للاجور يعني لا يذكر كانك بتصرف 50 جنيه في مصر بالظبط. لكن الشوكولاته يعني الحقيقه تحفه رائعه ودافيه كده والحشو اللي جوه فيها متوازن بشكل غير طبيعي يعني. يعني اعتذر على هذا الفيديو المؤلم لكن الحقيقه كان الضغوط شديده عليا ان انا اخلص من فيديو الشوكولاته ده عشان يلتهموا جوه. وفي حاجات تانية برضه انا حاجزها عنهم لحد ما اعمل عنها فيديوهات ان شاء الله قريب انزلها على القناه. لا تنسونا من الدعاء وما تنسوش تعملوا لايك وشير لا نخرج بره هنقسمه. احنا مش صعبه تبقى مخلص. لا احنا نقول فتحناها لانها علبتين بس. يلا سلام عليكم.